احنا موجودين دلوقتي في اعلى قمه شالي او سيوة القديمه، وكلمه شالي تعني البلده او المدينه او الوطن، وهي قلعه محصنه تم بنائها من خلال 40 رجل كانوا بينتموا الى 7 عائلات في ذلك الوقت في القرن 12 الميلادي بعد العصر اليوناني الروماني. مع تقلص عدد السكان بالواحة لجأ الأهالي إلى الربوة مرتفعة وبنوا عليها القلعة باستخدام خامات محلية وهي مادة الكرشيف اللي بتعتبر مزيج من الملح مع الطين. ومع مرور الوقت حدث يعني توسع أفقي ورأسي في ذات المكان، وكان كل الناس قاعدة مع بعض في نفس المكان، ويوجد في المدخل القلعة المسجد العتيق اللي بيعتبر من أقدم المساجد اللي موجودة في الواحة. طبقا لبعض الروايات التاريخية إن تم بناؤه في العام 500 هجري، يعني بنتكلم في عمر تقريبا 900 عام على وجود المسجد، وتم ترميمه في السنوات الأخيرة وعادة افتتاحه مرة تانية. طبعا بداية نزول أهالي سيوة من قلعة شالي استمر طبعا وعادهم هنا جوه القلعة من القرن ال 12 حتى القرن ال 19 تحديدا في عام 1820 ابتدى أهالي سيوة ينزلوا من قلعة شالي مع شعورهم بالأمان مع وصول قوات محمد علي للواحة، وبرضه لأن حريصين على أنهم ما يتعرضوش لهجوم خارجي فاختاروا المناطق المرتفعة من الواحة وبنوا عليها البيوت بتاعتهم في بعض الأطلال المتبقية منها في بعض المناطق في الواحة. طبعا المكان ده يعتبر نموذج فريد من نوعه في العمارة، وظل صامد على مرور كل هذه الأعوام، وفي محاولات أن يتم إعادة ترميمه مرة تانية لأن هو يرجع لوضعه الطبيعي اللي كان عليه زمان.